وقع أنقام الفرحة الراقصة وبالتقاط الصور التذكارية. يطوي الآلاف من طلاب الجامعات بحضرموت آخر صفحات أيام حياتهم الجامعية، مودعين فيها لحظات الحزن وضحكات الرفاق، بعد أن نجحوا في تحقيق حلمهم المنتظر بقطف ثمار سنوات دراستهم والظفر بشهادة طال انتظارها في لحظات خالدة هي الأجمل في حياتهم. فرحتي لا توصف أبدا، يعني إني كمتخرجة بعد 4 سنين أو 5 سنين، يعني بسبب الأوضاع السياسية اللي كانت في البلاد وتأخرت سنة كاملة، عشان كذا ما إحنا مصدقين متى يعني نحن نتخرج. وباتت حفلات التخرج ضرورة ملحة لرسم البهجة على ملامح الخريجين، لعلها تساعدهم في تجاوز تأثيرات الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد عامة وحضرموت خاصة. حفلات التخرج هي لحظة ترسم فيها الطلاب شيء من الفرحة، شيء من البهجة، شيء من السعادة، لعل وعسى تنسيهم ما مر بهم خلال سنة ونيف من حروب وتمزيق ودمار وتشريد. وبالإضافة للعامل الإيجابي لهذه الحفلات المتمثل بترسيخ العلاقة بين زملاء مقاعد الدراسة، هي أيضا توثق ذات العلاقة بين الطالب والمؤسسة الأكاديمية والكوادر التدريسية الذين يشاركون طلابهم هذه الفرحة. حفلات أبنائنا الطلاب لها رمزية خاصة في أنفس طلابنا، مشاركة أعضاء هيئة التدريس وأساتذتهم لهم في هذه الحفل التوديعي يعتبر بالنسبة لهم رمزية كبيرة في التوقير وفي الاحترام والتقدير. ورغم أن غالبية الخريجين يدركون أنهم سينضمون لمن سبقهم في قائمة طويلة للعاطلين عن العمل في بلد تعصف به الحروب والصراعات وتزداد فيه معدلات الفقر والبطالة، إلا أنهم يدركون أيضا أن لا شيء يساوي فرحة التخرج في حياة الطالب وعائلته التي تنتظر هذا اليوم بفارق الصبر، حيث ابتسامات الآباء والأمهات تمتزج بدموع الفرحة والسرور. مع تخرج الآلاف من الجامعات والمعاهد سنويا في حضرموت، يأمل هؤلاء الخريجين أن يتمكنوا من إيجاد فرص عمل تمكنهم من توفير متطلبات المرحلة المقبلة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.